وكالة التنمية الفلاحية عندها مشاركة فعالة في التنظيم ديال هذا الملتقى، إلى جانب يعني الوزارة والجمعية ديال المريض والشركاء الآخرين. فاحنا يعني أولا متواجدين على صعيد القطب المؤسساتي ديال وزارة الفلاحة وديال الجيل الأخضر، وعندنا يعني واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه أهم يعني الفرص الاستثمارية يعني في قطاع النخيل وفي الواحات، كذلك يعني كل ما يتعلق بالفلاحة التضامنية في هاد يعني في الواحات ما تم تحقيقه، وكذلك البرامج المستقبلية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر. كذلك كنعرضوا كل ما يتعلق بتشجيع الشباب على المقاولة، كذلك كل ما يتعلق بتجميع الفلاحي في سلسلة التمور، وما يتعلق كذلك بالتسويق وتشجيع تسويق التمور، وخاصة لفائدة يعني التجمعات ولا التعاونيات اللي كتشتغل في قطاع ديال إنتاج تمر النخيل. كما كتعرفوا الوكالة ديال التنمية الفلاحية وكالة معتمدة من طرف صندوق الأخضر للمناخ ومن طرف صندوق التكيف، وهذا الاعتماد كيتيح لنا فرص باش يعني نعبئوا تمويلات لصالح مشاريع تنموية في مناطق الواحد. هناك كذلك المشاركة ديالنا على مستوى قطب المنتوجات المجالية، حيث أنه وكالة التنمية الفلاحية اللي هي اللي كتسهر على هذا القطب هنا في المعرض، لا تعبئة ديال التعاونيات، وكذلك يعني المواكبة ديالهم في هذا المعرض كل ما يتعلق بعض عرض المنتوجات المجالية. المشاركة الأخرى كذلك كتهم المشاركة ديالنا في تنظيم واحد الندوة حول الاستثمار في سلسلة نخيل التمر هنا في أرفود على هامش المعرض، واللي هي ندوة حضرها مجموعة من الفاعلين لا المؤسساتيين ولا الممولين وكذلك المستثمرين، تعاونيات المجموعات ذات النفع الاقتصادي الى غير ذلك، واللي غادي نعرضوا فيه ان شاء الله في هذه الندوة كل ما يتعلق يعني بالاستثمار، ولكن بعلاقة مع الحفاظ على الواحات وعلى الموارد الطبيعية. وكالة التنمية الفلاحية كذلك كان عندها دور في اتفاقية شراكة مع مستثمر مغربي اللي غادي ان شاء الله واحد الوحدة كبيرة ديال تثمين مخلفات النخيل وتمر النخيل في الواحات، والتثمين ديالها باش يتصنع منهم وتثمنوا في صناعة منتوجات أخرى بحال حطب التدفئة بحال العلف ديال الماشية. هذا مشروع تقريبا ديال 237 مليون درهم على مدى 5 سنوات، واللي تم التوقيع ديالها اتفاقية ديال هذا المشروع هذا برئاسة السيد وزير الفلاحة كما تبعتوا في هذا المعرض. وشكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.